السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. أسئلة كتيرة جات للقناة بخصوص جدوى مانع تسريب الفريون أو تسرب الفريون داخل المنظومة. مش هنشر لك الفيديو إلا بعد 3 شهور أو شهرين، يعني في آخر الصيف إن شاء الله، بعد ما نختبر ونشوف هل هيجدي نفعا أم لا. المقدمة اللي حضرتك سمعتها دي كانت السنة اللي فاتت بعد ما تأكدنا من النتائج، وفي سر خطير جدا لابد تنتبه ليه وتتابع الفيديو للنهاية عشان تشوف ازاي منعنا التسرب في سيارة كبيرة فيها تلاجتين وقعد معايا 8 او 10 شهور تقريبا. ويلا بينا. السيارة الفريون كان بيتسرب كل 3 اسابيع، الهواء بيتحول لهواء حار. عندي تلاجة امامية وتلاجة خلفية ومفيش اي تسريبات ظاهرة معايا في الليات او الاهواز او في الكمبروسر، فشاكين في التلاجات وهياخد وقت فكها وعمل الصيانة وغيره، وعايزين نمشي الحال وصاحب السيارة عايز يمشي الحال الصيف ده. فهنشوف استخدام منع التسرب ونشوف مدى فاعليته ونشوف كل شيء مع بعض بالتفصيل. هتيجي هنا من عند بلف تعبئة الفريون، هنبدأ نفك الكفر. وايه اللي هنعمله؟ هربط الاول الجزء ده. طبعا هنا في صمام او فالف بيمنع تسرب السائل فما فيش مشكلة. هتبدأ تربط الاول الجزء ده هنا وتكون فاكك الفالف ده او الصمام ده جايبه للاخر عكس عقارب الساعة، لان هو ده لما هتضغطه هيبدأ يخرم او يثقب العبوة عشان السائل يوصل للمنظومة. ولما تيجي تهز العبوة هتلاقي فيها السائل اهو. انت هتبدأ بالتوصيل، هتبدأ تربط كده لحد ما تثقب العبوة وتنزل كلها داخل المنظومة. للأسف الطريقة دي اللي بيتبعها الجميع واللي موجودة على كتالوج سائل مانع التسرب طريقة خاطئة، لأن كل السائل ما بيصلش للدايرة. حتى لو الدايرة ما فيهاش فريون أو عملت فاكيوم أيضا مش كل السائل بيصل للدايرة. فيلا بينا نشوف إزاي هنضع كل سائل منع التسرب داخل دايرة التبريد. طبعا ما نزلش كل السائل داخل الدايرة، فهنعمل حاجة أو فكرة تانية. ده عبارة عن سائل مش غاز. لو فكينا هلاقي اللي موجود داخل العبوة عبارة عن سائل اهو. فانا عايز اوصل السائل ده كله داخل المنظومة، فهنعمل فكرة تانية كده كويسة. هنجيب المضخة الخاصة بالزيت عشان نضمن ان كل المادة تنزل داخل النظام. نبدأ نفك بالشكل ده كده اهو، وهبدأ انزل المادة داخل السرنجة او الحقن. هتنزل معايا اهي لان هي مادة سائلة. انا اقدر اوسع الثقب ده مفيش مشكلة. شايفين حضراتكم المادة ما نزلش منها جزء كبير داخل المنظومة. كده نزلت الكمية كلها اهي. وهنبدأ نقفل مضخة الزيت.
كده هنبدأ نضخ الكمية كلها داخل المنظومة بكل سهولة. كده البامب خلاص على اخرها، كل الكمية وصلت للمنظومة. وبعد كده هنعبي الفريون ونبدأ نشف. نروح نقيس درجة الحرارة داخل السيارة. درجة الحرارة هي ما شاء الله واصلة ل 12 11 9. شوف الجهة الأخرى نفس الأمر، ناقص 5 ناقص 6 ناقص 7 ناقص 8 ناقص 11، وهتستمر معايا في النزول لحد ما يفصل الكمبروسر، رغم اني متوقف، السيارة متوقفة عن السير. الار بي ام تقريبا واصل ل 800 او 800 لفة في الدقيقة. هننتظر ومش هنعرض الفيديو الا بعد شهرين او ثلاثة ان شاء الله، ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم، وشكرا جزيلا لكم.